نيجي بقى للانواع اللي هي الفاريشن، البروراجو اوف هبرا وبروراجو اوف بسينير، ودي ام سي كيو، ودي كمان هتيجي ام سي كيو، بس يعني دي جت اولريدي شفتها، والبونفلكس. تمام، دولت التلات انواع اللي هنتكلم عنهم بالتفصيل من الانواع اللي فوق. عايزين اقول لكم حاجه، هبه هتقتل الناس. ليه بس يا ست هبه؟ يبقى هبه هتخرج الناس، هتخرج الناس، اكزت اكزت بره بره الدنيا عن طريق حاجتين، يا اما الناس اللي هم البيبول، ماشي بيبول، يا اما ان هي هتقتلهم بالسم، لا بالقتال، اللي هي شوت شوت بالقتال، تمام، او ان هي ترميهم من فوق السطوح، السطح يعني ايه؟ سوبرفيشال. فهبه اللي هي الهبره، ماشي، اكزت هتخرج الناس اللي هو الاكستنسور، الناس اللي هم البيبول فهتبقى بابيولز، فهي شوتي بابيولز خلاص، ومعاها السوبرفيشال لينفادينوباثي، السوبرفيشال هو ايه؟ السطوح. يبقى هي هتخرجهم بره الدنيا خالص، يبقى اكستنسور اكزت اكستنسور خلاص، وهبه اللي هي هبره، والبيبول اللي هم البابيول، وشوتي بابيول، شوت يعني بتبقى ان هم كتير وشبه الطلقات زي ما انتم شايفين كده، ديسكريت بابيولز، وبتبقى فيري اتشي خلاص، او ومع السطوح على طول هرميهم فوق السطح، سوبرفيشال لينفادينوباثي. تمام كده البروجو اوف هبره. البسينير بقى قال لك اللهم الاكستنسور سيرفيس، يعني احسن مني في حاجه؟ ما طب انا لما ببقى على الفليكشن، يعني على الفليكسور وفليكشر اكزيما، هيسميها بروجو اوف بسينير، اهي موجوده في الظهر اهو. وزي ما انتم شايفين الفرق بين دي ودي ايه؟ دي التشايلد هود، هنا دي في التشايلد هود صح، فهي لسه اكزيما وحمر، انما الهرش بقى كتير هيدخلنا في لايك انفكشن. يبقى اللايك انفكشن نفتكر تاني ان هو في الادلت هود، ماشي. البون فلوكس يعني ايه؟ يعني ديبلي سيتد فيزيكلز. الله، مش الديبلي سيتد كانت نوديولز؟ اه، هنا بقى اسمها ديبلي سيتد فيزيكلز، في البالم والسول، وبتبقى سيفيرلي اتشي خلاص. الريميشن في اسبوعين، وفي ريكرنس طبعا، الايموشنال ستريس، هايبر هيدروزس، كونتاكت درماتيتس، سيفير تينيابيتس، سيبتيك فوكس، ايا كان السبب، كله يعني حاجات اصلا انون وافتراضات ونظريات، ستريس وعرق كتير عشان احنا بنتكلم على بالم وصول، كونتاكت درماتيتس، سيبتيك فوكس، ماشي. التريتمنت ان انا توبيكال، ان انا بعمل دراينج لوشن وتوبيكال استرويد، السيستميك انتي بايوتيك وشورت كورس اوف استرويد لو الحاله يعني سيفير قوي. البروجنوزس، اتس ديفيكلت تو اسس البروجنوزس ان انديفيديوال كيس، ات از وورس اوف اف لو البيرنتس كمان افكتد الموضوع، لا يبقى انت غالبا هتكمل. 30 ل 50% اوف انفانتايل اكزيما سبسيكوينتلي ديفلوب ازمه، لان احنا قلنا ان احنا بنتكلم في اتوبي، تمام. 60% اوف انفانت ويانج تشيلدرن ويز اتوبيك درماتايتس جو انتو ريميشن عند الايج ال 12 سنه، واحنا عارفين جت منين ان 60 75%، بس ممكن كمان الناس بتبروجريس عادي جدا للادوليسنس والادلت هود، وبتفضل مكمله معاه فور لايف. الريجن فاريانس اوف اتوبيك درماتايتس، هم دول نفس الريجن فاريانت اللي فوق بالظبط، بس هم جامعينهم على بعض ومزودين بس الاكزيما اوف ليبس والليب ليكر اكزيما، غير كده هتلاقي ان كلهم نفسها خلاص، انت احفظها من هنا او من هنا مش مشكله. لما يقول لك انيوميريت هتعمل انيوميريت، اهم حاجه عندي بس تعرف انه ايه الهبره ايه والبسينير دي ايه. تمام، دي في الاكستنسور اسبكت، شوتي بابيولز وفي سوبرفيشال لينفادينوباثي. هنا البسينير لا، لايك تند تو لايك نفاي عشان اهي في الادلت هود لو هي مكمله معاك، وفي الفليكشن يبقى دي اسمها فليكشر اكزيما، ودي ديبلي سيتد فيزيكت. تمام، طيب الدايجنوستيك كرايتيريا، الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعي في عشان اشخص اتوبيك درماتايتس، يبقى هي ايه بقى؟ الهرش في كل زمان ومكان. في المحاضرة اللي فاتت كانوا اربعة بس، كانوا بيقولك ان هو لازم يكون عندك ثلاثة من اربعة، تمام، بس هي دي بقى الدياجنوستيك كرايتيريا، لما يسالك في الامتحان انت بتكتب دي الخمسه دول. الهرش في كل زمان ومكان، هرش يعني بروريتس، ودي اسينشال، ما ينفعش يبقى فيه درماتيتس واكزيما واتوبيك وقاعدين نغني الاغنيه دي كلها من غير ما يبقى فيه هرش بروريتس. في الاف اللي هي ايه؟ فاميلي هيستوري، عندك فاميلي هيستوري او بيرسونال حتى هيستوري. كل يعني ايه؟ جنرالايزد، فجنرالايزد زيروزز اللي هو دراي سكن. زمان تنشق منها حاجتين، زمان فكره ان هي كرونيك ولا اكيوت، فهي بالطبع كرونيك، وزمان ان هو بتبتدي امتى؟ لما بتكون بيفور ذا ايج اوف 2 ييرز، ماشي. والثانيه اللي هي كرونيك، كرونيك اور كرونيكالي ريلابسنج.
مكان بقى المكان بتاعها اللي هو فيه typical morphology و distribution اللي هو في الفليكشر في الادلت والفاشل والاكستنسور في الانفنت. الكمبليكيشن انه يحصل لي بكتيريال انفكشن، فيرال انفكشن، واكزيما هيرباتيكم. اتفقنا انه الهربس كان في نوع مميز فيه لما يكون مناعته مش كويسة او يكون الطفل اصلا عنده اكزيما بيطلع على مكان الاكزيما ده هربس. تمام. عندنا جنرال ميجرز توبيكال وفي سيستميك. الرسمة دي بيقولك ان الستيبس اللي انت بتاخدها انت ما ينفعش تنط الواحدة قبل ما تمشي باللي قبلها، ولما بتوصل لهنا انت بتستخدم كل اللي قبلها دول. بمعنى انا دلوقتي على حسب السيمتومز بستخدم، في الاول انا بعمل موسترايزر، بعمل مرطبات واموليانت وبيزك سكين كير، نجحت خير ما نجحتش بستخدم سترويد فري برودكت. وانا بستخدم سترويد فري برودكت مش معنى كده ان انا بطل الاموليانت ولا بطل البيزك سكين كير. تمام. طيب فشلت بعمل مايلد بوتنت ستيرويد، بدي ببدا ادخل ستيرويد، ومش معنى كده ان انا اوقف ده وده البيزك سكين كير، لا بكمل. هنا بقى مع السيفيريتي زي ما احنا شايفين اللي هو فيه بقى سوبر بوتنت ستيرويد، ستيب الاخيره بدي اورال ستيرويد، فانا بلجأ للستيميك ستيرويد او الاورال ستيرويد، ده اخر مرحله. ليه اشمعنى؟ الفكره ان انا الشخص ده كرونيك، الشخص ده طول حياته عنده حساسيه، انا مش عايش بني ادم طول حياته على ستيرويد سواء كريمات او اورال، لان انا كده ادخله في كوشنج ده او كوشينويد بقى، لانه كوشينجويد ده اللي هو الكوشنج بسبب ميديكال تريتمنت، ميديكال ستيرويد كده بوظت الدنيا خالص، عملت له اوفر ستيرويد خلاص، كورتيزول كتير، فالسايد افكتس بتاعته مش مشجعه ان انت تفضل ماشي عليها. تمام. طيب الجنرال ميجرز، اول حاجه ابعد عن الشر وغني له، افويد الاكسبوجر. تاني حاجة careful drug taking، انت شخص عندك حساسية وعندك اتوبي، فبالتالي الحاجات اللي ما تعرف عليها ان هي بتعمل حساسية، الانافلاكتويد والانافلاكتيك شوك والحاجات دي كلها انا خليني حذرة معها. تمام. يبقى careful drug taking مع البنسلين مع الانتي تيتانيك سيروم، لان دولت اكتر حاجة بتعمل ايه انافلاكتيك رياكشن. ايموليانت طبعا regular ايموليانت سيرابي، انه فكرة انه مرهم او اللي هو بيبقى البيز بتاعه مية على زيت، ده بيزك لاين في كل الكيسز. انا هنا بدات اهو مويسترايزر وبيزك سكين كير، انا مش هوصل للاور حتى لو خدت اورال ستيرويد برضو لازم ما اوقفش دول، فهي خطوه مش معنى كده بتلغي اللي قبلها. ماشي. طب التوبيكال بدي توبيكال كورتيكوستيرويد وده المين لاين، وبدي توبيكال كالسينيورين انهيبيتورز، وبدي زنك اوكسايد. الزنك ده بيقوي البشره وبيقوي السكين بارير وبيحافظ على حيويتها، فبالتالي بيساعدها ان هي تواجه كل هذه المخاطر. تاني حاجه ان انا توبيكال كورتيكوستيرويد زي ما احنا شايفين في الرسمه برضو، ان انا ببتدي بالمايلد بوتنت للبوتنت، خلاص يعني ببتدي برضو من اللي هو ايه، مش على طول بدخل في الفول كونسنتريشن والبوتنسيا عاليه وهكذا. تمام. طيب سيستميك ثيرابي، عندي سيستميك انتي انفلاماتوري ان انا بدي اورال ستيرويد او بدي اذر اميونو سبريسيف دراجز، بعمل فوتو ثيرابي او اورال سيديتنج اللي هو انتي هيستامينز، وانتي بايوتيك في حاله اكستنسيف ليجن وبكتيريال سوبر انفكشن بدي له انتي بايوتيك. وبما ان احنا بنستخدم التوبيكال ستيرويدز وهيستخدمها بفتره طويله، فلازم ابقى عارفه ومعرفه اللي قدامي ايه هي السايد افكتس، لانه الستيرويد سحر، مجرد ما هيحطه هيختفي الاعراض. ولكن انت بتقول للمريض مثلا انت بتستخدمه 5 ايام وتوقف، بتستخدمه 3 ايام وتوقف وهكذا، بس هو العيان طبعا ايه بيقعد يعيد الروشته لنفسه، او ان هو بيفضل يستخدمها اكتر يعني فتره اطول، لان هو طبعا شايف نتيجه بقى حلوه وجميله. فانا لازم ابقى عارفه ومفهمه سايد افكتس. تمام. دي الجزء ده من الباور، ده مش موجود في النوت، متجمعين في كلمه باراشوت. باراشوت البي اللي هي ايه البربرا، والار الروزيكيا، الاي اكني، الاس الاسترايا والسكين اتروفي، والاتش اللي هو الهيلينج بيبقى سلو والهايبر ترايكوزيس، والاو اللي هي اورال بري اورال درماتيتس، والتي تلانجكتيزيا. تمام. دي صوره التلانجكتيزيا. التلانجكتيزيا والبربرا الاثنين دول حاجات بلاد فيزلز، تمام، تبقى نقط بقى حمراء. عندك ممكن يبقى فيه بيجمنتيشن، هي مش مكتوبه فوق بس موجوده في الصور، انه بيحصل بيجمنتيشن سواء بالهايبو او بالهايبر، يعني الكورتيزون بيبيض، تمام، ولكن ممكن برضو يسمر، ممكن يعمل ايه هايبر بيجمنتيشن. طبعا الحاجات دي ما كانش ليها علاج، ولكن بتقلي في الليزر والحاجات التقنيات الحديثة بقت تتعالج عادي مش مشكلة.
ممكن اصلا انت قاعد تدي استرويد استرويد وتحط بزياده بسم الله ما شاء الله، فانت وقعت المناعه بتاعتك، فيحصل بايوجينيك انفكشن بالمنظر البشع ده. الهايبر ترايكوزيس اللي هو الشعر بزياده اهو، تمام. والاكني روزيكيا، روزيكيا اللي هو محمره كده، روز بتبقى روز. هنا مثلا بيقول لك ان هو ده تينيا انكوجنيتو. احنا قلنا انكوجنيتو يعني ايه؟ يعني مخفي. حتى كنا خدنا السكيبس انكوجنيتو برضو، انه بيتغير الشكل لما انت بتكون عاطي ستيرويدز، بالتالي بيكون الليجن شكله غريب، تمام. بيبقى فيه اهو سترايا روبرا، دي سترايا روبيا، وتينيا ما اتعالجتش. تينيا ما اتعال ايه؟ ما اتعالجتش، لانه مفكره ان هي اكزيما ولا حاجه، مش عارف ان هي تينيا، بدل ما يدي انتي فانجل للستيرويد. نيجي بقى للايه، بتريزيس البا. البتريزيس البا دي نون سبيسيفيك ديرماتايتس كاركترايزد باي اوفال اور راوند دراي سكيلي باتشز which subside with hypopigmentation. More common في الاتوبكس بس مش مقتصر عليهم. بتسبسايد في فيو مانس وريكرنس ماي اوكر. وساعات كتير بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب الاطفال الصغيره دي، بتحصل في الشايلد هود ايج. هي دي اللي هي الابيض اللي في وشه ده، وهو ده عارفين، بتبقى مثلا عنده ديدان في بطنه، عنده اي بارازايت في بطنه، مش شرط ديدان، ممكن اميبا، حاجات من دي، بتقوم هي بتعمل زي اليرجي، فبتقوم عامله البتريز قلبه. فساعات اصلا بتستخدم كانديكيتور، يعني انت لما تلاقيها مثلا تطلب من الطفل ده تحليل يورين وستول، ولو لقيت عنده ديدان ولا حاجه تديله العلاج، وهتلاقيها ابتدت تخف لان انت شلت الكوز. الايج مين سين في الشيلدرن واليانج ادلت، والفيس از ذا موست فريكوينتلي انفولفد سايت. ممكن طبعا تيجي في اي حته تانية. والتريتمنت هي توبيكال ايمولينت، ومعلومه كلينيكال ليك ان انت روح اعمل له تحليل وشيل له السبب خالص. يعني احنا بقى ذكرنا كلمه بتريزيس، فاحنا عندنا البتريزيس دي قلناها 3 مرات في المنهج، ادي اول تجميع معانا اهو. واحده فايرال، واحده كانت فانجل، والتانية هي ديرماتايتس. الدرماتيتس هي بتاعه القلبة، الفانجل اللي هي الفيرسي كولر، والفيرال كانت ايه؟ الروزيه، صح. طيب هما الثلاثه كانوا تحت تعريف اللي هو جاست تشينج ان كولر، بمعنى القلبة دي عباره عن باتش وبتهيل بهايبو بيجمنتيشن. الفيرسي كولر يعني كولر فيرس بيتغير، ففيها هايبو او هايبر او احمر كمان، ماكيول الصغير او ممكن تبقى باتش. الروزيه كان اصلا الليجن بتاعها الباثوجنومونيك اسمه هيرالد باتش، بس السكندري ايربشن، اوعى تنسى السكندري ايربشن اللي بيحصل بعد 5 ل 15 يوم او 7 ل 10 ايام، ده كان بابيولز. ولكن على الاقل افتكر لي هيرالد باتش، افتكر لي باتش، وهنا تشينج ان كولر في ماكيول وباتش، وهنا البتريز البا باتش. هنا بتحصل بتريز البا، الاختلاف هنا في الفيس، ان هي بتيجي في الفيس مينلي في الشايلد هود، انما الفانجل والفيرال كانوا اللي هو الترانك ديستريبيوشن اللي هو التيشيرت، صح، تمام. دي بتعمل هايبو بيجمنتيشن في كهيلينج، وهنا برضو بيعمل بريزيست بهايبو بيجمنتيشن بعد الهيلينج، تمام. وكده المحاضره خلصت. تعالوا نقرا السمري. السمري بيقول لك ان الاكزيما از ا سيفير انفلاماتوري سكين رياكشن انديوسد باكسترنال او انترنال فاكتورز. It's either acute, subacute or chronic. The irritant is caused by irritant agent. صح. والفوتوتوكسيك ده زي الجيلي فيش وهكذا. الالرجيك بسبب exposure of sensitizer. الفوتوالرجيك activation of the sensitizer. التريتمنت need elimination of the cause. وtopical وsystemic steroids وantihistamine. الاتوبيك ديرماتيتس is a chronic relapsing itchy inflammatory skin disease. وفي genetic defect. الاتوبي ده group of genetically determined immune mediated disease كبرونكيال ازمه، وهي فيفر والرجيك راينايتس واتوبيك درماتيتس. في عندنا infantile وchild hood وadult hood stages. والتريتمنت need elimination of the predisposing factor، ارطب الجلد، وtopical steroid وكالسيوم يورين inhibitor وsystemic anti. تعالوا نحل أسئلة الام سي كيو اللي كانت موجودة على المحاضرة. هنا الاتوبيك ديرماتيتس is characterized by the following except. except ايه بقى؟ positive personal or family history. طبعا هو هنا بيقول لك ان هي characterized by the following except، يعني انا عايز اطلع الجملة الغلط، فكلهم هيبقوا صح. هل هو positive personal or family history؟ صح. هل هو chronic nature؟ صح. هل هو فيه typical morphology و distribution؟ صح. elimination of the cause can terminate the exacerbation، صح. itching is absent، ده انا قلت الهرش في كل زمان ومكان،
يبقى هي دي الإجابة الغلط. طيب الـ clinical presentation of infantile atopic dermatitis is infantile يعني هو نايم تمام وأنا بلعب في خدوده، يبقى هي مين؟ الفيس والإكستنسورز. topical steroids can be used in the treatment of topical steroid هستخدمها في الهربس ده viral، هستخدمها في التينيا ده fungal. none of the above all of the above يعني هي بابيولر ارتكاري. شكرا يا دكاترة، اشوفكم الفيديو الجاي.